بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون خريفي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. ودلوقتي تعالوا مع بعض نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 25، الصغرى 17، العاصمة الإدارية 25-17، إسكندرية 24-17، العلمين الجديدة 23-17، مطروح 23-16، دمياط 24-18، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 26-14، السويس 25-15، العريش 25-17، كاترين 19-10، طابة 24-19، حلايب 25-21، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 29-20، الغردقة 28-19، الفيوم 26-15، بني سويف 26-14، الوادي الجديد 30-12، أسيوط 26-13، سوهاج 27-13، قنا 29-13، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان 30-15. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهارده، واضح إن في انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين. شكرا.